مرحبا بحضراتكم. اولى بقى فقراتنا الحواريه، معادنا بقى في الفقره الاولى دي مع واحد من مكتشفي المواهب، مش بس هنقول في النادي الاهلي، لا هنقول في عالم التنس المصري، كابتن خالد فاروق المدير الفني لفرق التنس الارضي بالنادي الاهلي. منورنا في اول فقره، يا صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مهند. صباح الخير يا كريم. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا. وعايزين نبتدي مع حضرتك كده من البدايه فيما يتعلق بالبطولات المحليه، هل رجعت مره ثانيه ولا لا بعد فتره التوقف، وعملتوا ايه برضه بالمناسبه في فترة التوقف نتيجة طبعا فيروس كورونا المستجد؟ هو كان موقف جديد طبعا على الرياضة كلها وعلى التنس. احنا رجعنا، الاتحاد المصري رجع النشاط تقريبا بقوة، يعني شوية تعديلات صغيرة. الدوري بدل ما هيبقى في كل المسابقات هيتلعب السنة دي في 14 ولاد وبنات ورجال وسيدات. احنا الحمد لله النادي الاهلي وصلنا السيمي فاينل في 14 ولاد وبنات، يعني تقريبا عاملين العلامة الكاملة، ما خسرناش ماتش حتى الآن. هتبتدي قبل النهائي كمان شهر، وهتبتدي بطولات الرجال والسيدات برضو لمدة أسبوع في منتصف ديسمبر، النص الأخير من ديسمبر إن شاء الله. طيب خليني أسأل حضرتك يا كابتن، مبدئيا تقييمك كده على مدار السنوات الأخيرة والأسامي اللي لمعت زي معيار مثلا شريف، وفكرة هنا أن الرياضة دي يمكن كانت السكواش أعلى إلى حد ما، ولكن التنس كمان في السنوات الأخيرة ابتدى أن هو كمان يثبت نفسه على أرض الواقع، فخلينا نعرف النقلة دي. هو دايما بنتسال اشمعنى الاسكواش بينجز والتنس مش بينجز. ده سؤال فعلا الناس كلها بتسال. هو الاسكواش رياضه يعني مش منتشره الانتشار بتاع التنس. الدول اللي بتلعبها دول الكومنولث، يعني هتلاقي انجلترا، نيوزيلندا، باكستان، الهند، امريكا مثلا ما فيهاش اسكواش. امريكا فيها 22 مليون لاعب تنس، فهي لعبه منتشره جدا في دول اوروبا، استثماراتها كبيره جدا، حجم الجوائز يعني البطولات مثلا بتتكلم في 10 مليون دولار مجموع الجوائز بتاع البطوله. ماتش واحد تكسبه في جراند سلام تاخد 60,000 دولار. السكواش مش بالحجم ده، فهو عمال يكبر وبيدخل، بس للاسف يعني احنا سابقين فيه. من حتى لو كبر احنا هنبقى دايما سابقين في السكواش. التنس بنحاول نكاتش اب دلوقتي، احنا الموضوع بتاع ميار طبعا عامل اكسبوجر كويس قوي للتنس في مصر. ميار بتكافح بقى لها فتره طويله جدا، دلوقتي ما شاء الله هي في احسن حالاتها، ان شاء الله هتدخل جوه المية الاوائل على العالم. عملت ارقام ما حدش مصري عملها قبل كده ورا بعض، بيسموها معاها مومنتم. انا عشان جاي من خلفيه سبورت سايكولوجي، يعني في الدنيا ماشيه معاها كويس قوي اليومين دول، وهي بتكافح جامد جدا، مش عايزه تسيب الفرصه دي، لان دايما لو انت بتكسب بتكسب اكتر، بتنجح بتنجح اكتر، وهي بتدير المنظومه بتاعتها بطريقه محترفه تماما. يعني طب ليه ما فيش كذا معيار؟ يعني لو هنسال، هو ممكن السؤال من بره بسيط، بس لا بجد ليه ما فيش كذا نموذج من معيار شريف؟ في الدول بتاعتنا الموضوع بيبقى فيه حته فرديه شويه. نجاح معيار المفروض نشبط فيه ونكمل بالباقيين، لان احنا في حاجه اسمها فيكاريوس وين، يعني انت بتكسب من خلال فلان. يعني لو انا في النادي الاهلي ومعيار من النادي الاهلي واحنا طالعين معاها وهي كسبت، طب ايه اللي يمنع ان انا اكسب؟ احنا ما كانش ده عندنا قبل كده. ما كانش عندنا مثل بتكسب بيه. دلوقتي مثلا اخوات ميار معانا في فريق النادي مصدقين، ايه اللي يمنع انا اقدر اعمل كده واعمل زي ميار. في دوله مثلا زي التشيك عندها علاقه بين ترتيبك في الناشئين تحت 14 وهتبقى كام على العالم، من كتر ما المسار ما فيهوش جابس، ما فيش حتت ما فيهاش لعيبه، هو عارف ان السنه اللي قبليه عملوا كذا واللي قبليه كذا واللي قبليه كذا، فالطريق منتظم ورا بعضيه، في زي قاطره كده بتتشد. احنا هنا بقى في فراغات كبيره جدا ما بيحصلش فيها لعيب، ففي اعمار ما شافتش ابطال ومش مصدقه. ما بنسافر بره نلعب بطوله ولا حاجه علشان تقنعه ان انت جامد بتاخد شويه وقت شويه، لان انت جاي من بلد ما ظهرش فيها ناس كتير، ما سافرناش كتير. بس حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان التنس بيحاول يكاتش اب او يحاول يلحق النجاحات السكواش، طب هو كان ايه اللي مانع التنس الفتره اللي فاتت دي كلها انه النجاحات اللي فيه تبقى بنفس قدر نجاحات عالم السكواش؟ المنافسه اصعب واقوى بكتير، يعني انت بتنافس موضوع دخل فيه علم ودخل فيه فلوس كبيره جدا. اللعيبه اللي بننافسهم، يعني مثلا لما كان معايا لعيبه ناشئين مصريين من احسن ناس في العالم تحت 12 و14، انت في جهات بتدير اللعيبه، وفي يعني زائد الاتحاد المحلي بتاعه، في شركات بتدير اللعيب من بدري وهو ماضي معاها عقود، والشركات دي بتملك بطولات وبتعرف توصله السكه، واللي بيملك الشركات دي لعيبه ابطال سابقين، فهو عارفين السكك، عارف الطريق. فاللعيب بيبقى كذا كذا جهه بتدعمه، واحنا اللعيب بتاعنا الجهات اللي وراه قليله جدا. دلوقتي المنظومه بتبتدي في سبوت لايت متركز علينا شويه عشان في نجاحات ميار، فطبعا اول المصري ما اتحط له الطريق ده بقت سكته اسهل بكتير. طب واحنا هنعمل اي صفقات مثلا قريب او حاجه؟ هو الموضوع عندنا يعني مختلف شويه عن الكوره، ان احنا مش
بنحاول نطلع لعيبه على قد ما بنقدر، وطبعا بنطعم الفريق بلعيبه محليين. ما عندناش اجانب كتير في الدوري بتاعنا، مانعين الاجانب علشان نساعد اللعيبه المحليين. التنس لعبه فرديه بس الدوري بيبقى لعبه جماعيه شويه. يعني في الدوري بتاعنا بنلعب بتسعة لعيبه، عشان تكسب لازم خمسه يكسبوا. يعني احنا مثلا معانا في فريق السيدات ميار نمرة واحد في مصر واحسن واحده في مصر، بس لازم الثمانيه التانيين على الاقل اربعه منهم يكسبوا. طبعا في البطولات التنس الفرديه سواء في ترتيب محلي او بطولات الجمهوريه كل واحد مسؤول عن نفسه، بطولته باسمه يعني، فاللعيب بيلعب باسمه، ويوم الدوري بس بنبقى كلنا فريق. في اولياء امور يا فندم ممكن يبقوا اولادهم حابين جدا رياضه التنس، ولكن اولياء الامور دول اما لان هم مش مشتركين بشكل نظامي في احد الانديه الرياضيه، او ان امكانياتهم المادية إلى حد ما يعني على الأد، ففي انطباع عام على أن رياضة التنس من الرياضات المكلفة، الملابس بتاعتها، المضارب بتاعتها، استعداداتها ولوازمها إلى حد ما تعتبر مكلفة. هي دي المعلومة اللي منتشرة، بس هو عادة في الرياضات في مصر الطفل الثاني او الثالث بيبقى انجح، دي معلومه علميا اثبتوها، لان العيله بتبقى عرفت الطفل الثاني او الثالث. طبعا دي انا اصلا طبيب بشري، والماجستير بتاعي في طب النفس الرياضي، فمتعلم الموضوع يعني. لقوا ان مثلا رقم العالم في ال 100 متر جري اللي عملوه وحطموه دايما بيبقى مش الطفل الاول، يعني العيله يبقى سكند شايل، ثاني واحد او ثالث واحد. انا مش هتكلم، انا هقول لحضرتك ليه. انا اتمنى يعني مامتي باباي هو بيتفرجوا. اقول لحضرتك ليه، اولا الثاني والثالث ده طول الوقت هو اصغر منهم، مهما عمل مش محصلهم، بيجوا يجروا وهو بيجري وراهم، يضحكوا عليه انت ابني مش عارف تجري انت، فعلى طول بيحاول يسابق ناس احسن منه. الاهل كمان بتكون جربت في الاولاني وعرفت اللعبه دي ماشيه ازاي، نلعب مع مين، نتمرن فين، ايه الصح وايه الغلط، ما بيعملوش نفس الغلطات اللي عملوها. فلقوا ان دايما الثاني والثالث في البلاد اللي زي عندنا اللي المعلومات الرياضيه مش منتشره. انا عايز بسالهم تاني ولا ثالث؟ انا الاول. انا اللي اتفضل كده قاعد ساكت. انا اللي حقه مخدوم. لو العيله حظك انها كانت في المجال وعارفه الطريق بتبقى سهل قوي. في رياضات زي بتاعتنا التنس مش منتشر قوي، فعلى ما العيله بتكتشف الطريقه وتعمل ايه وايه الصح وايه الغلط وتروح فين بيتوه شويه. علشان كده الدول بره عامله نظام التالنت اي دي. يعني حضرتك انا انبسطت قوي مقدمه مكتشف المواهب دي، ان احنا بتقدر تميز، يعني بقى في معادلات حتى بتتحسب، سنك كام، ترتيبك ايه في اوروبا، يبقى انت هتبقى كام لما تكبر. طبعا بيحصل تغييرات صغيره بس بتبقى عارف بتحط فلوسك فين، يعني الدوله بتستثمر في حاجه مضمونه ولا ايه. اما لو ما اتعملش كده بيسموها ان الموضوع بقى عامل زي السبورتس روليت، يعني عامل زي القمار، ما انتش عارف، تصرف وقت ومجهود في عدد من اللعيبه انت مش عارف مين فيهم هيبقى دولي ومين منهم هيوصل مستوى محلي فقط يعني. هل عندكم مشاكل في الدعم مثلا؟ يعني هل رياضة التنس في مصر عندها نواقص، خلينا نقول منعها من ان هي تنتشر وتحقق الانجازات؟ هي الصعوبة بتاعت التنس عشان تبقى دولي، هي البطولات بتاعتنا بيسموها التور ليه؟ لان هي مش في بلد واحدة، احنا بنلف، انت طول السنة بتلف. يعني لعيب التنس انا مثلا سافرت مثلا فوق 30-40 دولة، اللعيب بيلف اكتر من كده بكتير في السنة الواحدة، يعني تكاليف سفره الواحدة بتعدي $60,000 مثلا. طبعا وطبعا كل ما بيتحسن بيبتدي يبقى معاه تيم. يعني من الحاجات اللي معروفه في التنس بس الولاد مش بتاخد بالها منها، هو مانع ان انت يبقى معاك مدرب في الماتش لكن في ماتش الفرق سامح لك. ليه؟ لانه بيقول ان انا عشان اسافر بمدرب يبقى انا كده بميز اللعيب الاغنى واللي ترتيبه اعلى، انه قادر ياخد التيم بتاعه، قادر يشتري احسن مدرب. فاللعيب الاقل مش هيعرف يسفر مدربي معايا طول السنه، بتتكلم في 30-40 اسبوع او 50 اسبوع سفر، مكلفه جدا، وتاخد معاك المدرب بتاعك. فانت كده لو سمحت انه يبقى موجود معاك في الماتش يبقى انت بتقتل كل اللي هو لسه طالع او ماديا مش قادر يعمل حاجه زي دي يعني. فهي لعبه مكلفه جدا جدا، لان انت بيسموها ليها اسم جميل كده اسمها فورمولا 1 تريتمنت، عارف حضرتك في سباق العربيات؟ طبعا. بتلاقي لو لا قدر الله عجله عربيه نامت بتاعتك انت بتنزل تغيرها او حد بيساعدك، لكن انت في الفورمولا 1 انت بتلاقي سواق واحد بيخدم عليه 15 واحد. بس هو في التنس اللاعب هو اللي بيتحمل تكلفه سفر المدرب؟ بالظبط، في الاول بتبقى الدنيا عامله كده علشان تسافر، لغايه لما انت بتوصل مثلا احنا في الصغيرين بتلاقي مدرب واقف معاه في الملعب ممكن 7-8 في ملعب واحد. لكن لما تكبر بقى في واحد زي فادر معاه 8 بيخدموه هو. الدنيا كل ما بتكبر كل ما عدد الناس اللي بتساعدك بتقل، والموضوع بقى انديفيديوال تمام، بتتعامل معامله وراك حجز تذاكر، ملاعب، تمرين، نوم، اكل، هتلعب الصبح ولا بعد الظهر، تتمرن على الارض عامله ازاي، كور هتنزل،
المستوى مثلا اللي فيه ميار ده عشان تسخن بس قبل الماتش هي محتاجه مستوى معين من اللعيبه عشان يسخن معاها، دي مش حاجه وارده. يعني جوكوفيتش في وقت مثلا كان عنده ماتش مع نادال اشول، اتصل بالتليفون باكاديميه مشهوره جدا في فرنسا وطلب منهم ولد اشول، ولد بيقول لك انا كنت بتمرن الصبح لقيت طياره جايه لي بعد الظهر كنت بسخن مع جوكوفيتش. فلو في طبعا امكانيات طبعا بيبقى معاه منافسه اقوى منك بكتير. طب هل المجمع بتاع المجمع العالمي للتنس اللي المفروض هيكون في العاصمة الإدارية الجديدة ده بتوجه الدولة طبعا، هل ده ممكن يفرق شوية؟ هل ممكن ده نقول كده في اهتمام أكتر ل طبعا يعني مؤخرا في اهتمام بالرياضات المختلفة، ولكن أنا بتكلم تحديدا في التنس إن يتعمل لها كمان مجمع عالمي طبعا ده ممكن يستضيف أي بقى بطولات عالمية، فكده احنا ماشيين تمام ولا إيه؟ هو تمام طبعا، لأن احنا في وقت من الأوقات السنة اللي فاتت أو اللي قبليها كانوا بيقولوا على شرم الشيخ هي تنس مكة، يعني اللعيبة كلها بتيجي، لأن احنا عندنا بطولات كانت شغالة في شرم الشيخ حوالي 40 أسبوع طول الوقت لعيبة بتيجي مستوى من البطولات معينة. فطبعا بعد ما حصل النجاح ده في البطولات دي مصر بتعمل فينيو أكبر، بتعمل يعني احنا كانت معظم بطولات زمان وانا صغير بتعمل في نادي الجزيرة، السنتر كورت بتاع نادي الجزيرة، دلوقتي الفينيو بتاع العاصمة الإدارية ده السنتر كورت حاجة كبيرة جدا، ملاعب اللي بتخدم عليه عدد كبير جدا، بتساعد طبعا ان احنا نقدر نستضيف بطولات وده بيوفر شويه من تكاليف السفر على اللعيبه بتوعنا. برضو على ذكر التكاليف وبرضو هنرجع مره ثانيه لنقطه الدعم، حضرتك عندك مثلا روشتة للارتقاء برياضه التنس في مصر لايجاد سبل مختلفه لجلب الدعم؟ وبالمناسبه برضو ايه اخبار دعم مجلس اداره النادي الاهلي لرياضه التنس وكمان دعم وزاره الشباب والرياضه؟ هو حاليا النادي الاهلي يعني انا سبت نادي الاهلي حوالي 20 سنه ورجعت تاني، كنت في نادي الاهلي اصلا. حاليا لعبه التنس لعبه يعني واخده حقها في النادي، يعني النادي ومعانا قريب مننا جدا طول الوقت، اللعيبه والاهالي كلهم صوتهم مسموع مع المجلس وقريبين من الناس ومعظم اللي بنطلبه بيتعمل. امكانيات بتاعتنا اللعبه طبعا مكلفه جدا، يعني الكور مثلا علبه الكور لوحدها 100 جنيه مثلا مستهلكها جامد جدا، فطبعا معانا كور كويسه على طول، حاله الملعب كويسه، الاضاءه مظبوطه، الحاجات دي كلها مكلفه ان انت تلاقي المستوى ده طبعًا. الفتل والمضارب، يعني المضرب ب 4000 جنيه 5000 جنيه، فموضوع مكلف لو انت هتلعب على المستوى ده، بس ده كله مش على حساب اللاعب، يعني اللاعب النادي او الاتحاد كل ما تتميز كل ما الدعم بيبقى اكتر بيزيد بالنسبه لك. طب استكمالا لسؤال كريم، بره في سبونسرز بيجوا على الالعاب الفرديه يعني مقارنه بالالعاب الجماعيه لا بيبقى اكتر بكتير على الفردي، في مصر مؤخرا يمكن ومعلش هرجع تاني لنقطه الاسكواش لان احنا عندنا تحديدا عالميا احنا كمصر محققين اولى الرانكينجز العالميه في الاسكواش، ففي سبونسرز ابتدوا يروحوا للعيبه المصريين في الفردي، فانا بتكلم بقى هنا لو هنقارن بالتنس هل الموضوع ابتدت الثقافه دي تبقى موجوده عندنا زي بره ولا لا؟ هو السبونسر بيبقى محتاج اي سورت اوف باي باك، يعني يا اما اكسبوجر هياخد اعلام يا اما هيبقى مدير اعمال وبياخد نسبه، فلازم اللعيب يكون في امل انه يكسب حاجه. فاول ما حصل ان اللعيبه عندنا بدايه اتاهلت للاولمبياد فطبعا ابتدوا يتحطوا في سبوت لايت لان ما حصلتش قبل كده، ابتدوا الولاد يبقى معاهم دعم فابتدوا يكسبوا اكتر، فالدعم ابتدى يكبر والاكسبوجر بقى اكتر، فناس بعديهم شبطت. احنا بنامل بس ان القصه دي ما توقفش، يعني ان الولاد تكمل ونلاقي حد تاني طلع بعديهم، فالمستثمر يفضل موجود جوه الرياضه بتاعه التنس ويحس انها فيها بيبقى ده راجع للاعب بقى السكور لازم ان شاء الله. احنا بندور على اللي بعديه، هي المشكله ان رياضه زي التنس عامله زي الساعه السويسري كده مجموعه من التروس كتيره قوي، لو ممكن في كل منظومه في ترسين ثلاثه مش مظبوطين في كل بلد انت بتحاول تشوف ايه اللي ناقص عندك وبتكمله. وبالمناسبه هو ايه اللي بيفرق ترس عن ترس؟ ايه اللي بيفرق لاعب عن لاعب؟ ساعات بالذات في البطولات الكبرى والجراند سلام وما شابه واللعيبه اللي هي الترتيب بتاعها عالي جدا بتحس كان مفيش فروقات اصلا ما بين الاثنين، طب ايه اللي بيميز لاعب عن لاعب وبيخلي ده يحقق مركز متقدم عن الاخر؟ هل هي اللياقه البدنيه؟ هل هي المهاره؟ هل هي يعني ايه التفصيله في اي رياضه اللي بتفرق حد عن التاني؟ احنا بنتكلم في اربع مجالات، مجال التكنيك طريقته في اللعب، مجال الخططي، ومجال اللياقه البدنيه والناحيه النفسيه، دول الاربع حاجات اللي بنلعب فيهم. والجرعه بتاعت كل واحده بتقل وتزيد على حسب السن، يعني انت في المستوى المحترفين مش هتتكلم قوي في التكنيك والخطط لان حضرتك زي ما انت بتقول قريبين جدا عدينا المرحله دي كلنا قريبين جدا، اللياقه البدنيه كلنا قريبين جدا صحيح. فما بيسالوهم بيقولوا الموضوع بيوصل ل 95% نفسي منتج في المستوى ده، لكن لما تيجي في واحد لسه بيبتدي
مش النفسي هو اللي عامل، انت لازم هتتعلم الرياضه الاول ويبقى عندك لياقه واكتساب خبرات وطبعا فالجرعات بتختلف، لكن مش حاجه اقول ان هو نفسيا هو اللي مش بيكسب علشان هو، لكن كل ما بتكبر فالجرعات دي بتتغير. ففي المستوى المحترفين طبعا الموضوع بيفرق نفسيا جدا. يعني انا السبيشاليتي بتاعتي انا طبيب نفسي رياضي محاضر في الاتحاد الدولي في موضوع القلق في التنس بالذات، يعني ده المنطقه اللي انا بتكلم فيها القلق في التنس. يعني من كتر الموضوع ده كان قلقني وانا بلعب، انا تخصصت فيه في الطب. يعني لا موضوع القلق في التنس موضوع مقلق كتر الموضوع كان قلق في الرياضات الفرديه الموضوع صعب جدا جدا. يعني البريشر اللي بيبقى موجود على اللاعب لان هو يعني الخساره والمكسب كلها هتبقى، وفي رياضات اصعب من الرياضات يعني مثلا بيلعب رمايه اللي بيلعب جولف، يعني الناس اللي بتلعب جولف الناس فاكره انها حاجه سهله قوي انك تدحرج الكوره جوه، فبيقولوا لهم هي مساله ان انا ادحرج الكوره جوه الحفره مش صعبه، بس الوقت اللي انا بين كل حفره وحفره والفلوس المتوقفه على الكوره دي هتدخل ولا لا، وقت التفكير والافكار اللي تجي لك هتنجح ولا مش هتنجح، هو ده اللي بناخد فيه فلوس. هو دي الشطاره ان انت تعرف تعمل حاجه زي دي وسط خطوره زي دي. في العاب تانية بتبقى الخطوره متوزعه علينا مش على شخص واحد، ما ينفعش تسرح. يعني في التنس بيقولوا في بلينك يو داي، يعني لو رمشت خلاص الموضوع صعب جدا. لعبه زي البينج بونج سريعه جدا فما فيش مجال ان انت، بس كل واحده قلقها مختلف. يعني انا لعبت سباحه على مستوى تنافسي في النادي الاهلي كنت بطل جمهوريه في السباحه، القلق بتاعها مختلف تماما عن التنس. انت بتقلق بيك قلق فظيع قبل السبق، بس السبق عباره عن دقيقه ما تلحقش تلحق تفكر جواه. ماتش التنس مختلف تماما، ممكن تدخل في حاله كويسه جدا الماتش يقلقك في النص تقعد تفكر وبتاع، او العكس تدخل قلقان جدا وبعدين الماتش يعني بتفكر جواه. صحيح موضوع طويل. صحيح. شويه هو يمكن كمان عشان بس الوقت كده تقريبا انتهى، بس كابتن خالد انا وصحح لي المعلومه، يعني انا كنت بلعب تنس وانا صغيره تقريبا ابتديت من وانا عندي 6 سنين أو 7 وتوقفت، بس رجعت العب بشكل ودي بقى مع ناس صحابي وكده، بس لسه بعرف العب. يعني يمكن دي الرياضه اللي طالما وانت صغير اخذت الرولز بتاعتها صح ومارستها فتره ممكن تحافظ على فكره على مستواك بعد ما تتوقف وتعود مره تانية. انا بحس كده. احنا ان شاء الله حلقه تانية هقول لك ساينتفكلي الموضوع بيمشي ازاي في الرياضات، لان هي ساعات دايما يضربوا مثلا كده بسوقه العجل يقول لك ما بتتنسيش. هو الموضوع احنا بنتعلم المهارات الحركيه ازاي. يعني الموضوع ده اتدرس كويس جدا وبقوا عارفين ازاي تصنع بطل. يعني هو دايما بيتكلموا انها مش تالنت، بس الموضوع بقى فيه شويه صناعه، بقينا عارفين الطرق، لان الموضوع بيجيب فلوس فالناس بتصرف فلوس عشان تتعلم طبعاً. ازاي اكسب، ازاي اوصل ده يكسب. خلينا ماتش بقى كابتن خالد بجد والله، ولينا لقاء تاني مع حضرتك لازم. اكيد ان شاء الله دايما نورتنا يا فندم، سعدنا بوجود حضرتك معانا، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا نروح فاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل.